قويا كالحديد ومشعا كالذهب متفاعلا كالصوديوم. انشر طاقتك في كل مكان فحياتنا إياك. مرحبا. الدم هو سائل الحياة الذي يجري داخل جسم الإنسان والكائنات الحية، لا يمكن الاستغناء عنه أو العيش بدونه. وبحلقتنا هاي رح نحكي أكثر عن كل شيء بخص كيمياء الدم، من مكونات ولون ورائحة. كما قلنا، الدم هو سائل الحياة، فمع كل دقة من دقات القلب يتجه الدم المتدفق من القلب إلى كل خلايا الجسم مباشرة، حاملا إليها الأكسجين الضروري للحياة. الدم هو سائل الحياة الذي يجري داخل جسم الإنسان والكائنات الحية، ولا يمكن الاستغناء عنه أو العيش بدونه. يتكون الدم من أربعة أجزاء: البلازما، خلايا الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء، الصفائح الدموية. ميزة خلايا الدم الحمراء أنها لا يوجد بداخلها نواة، أي أنها لا تنقسم ولا تتكاثر، بل تبقى كما هي. فيما خلايا الدم البيضاء، وتسمى أيضا كريات الدم البيضاء، وظيفتها مهمة جدا لجسم الإنسان، فهي التي تقوم بحمايته من الأمراض، وهي توجد في الدم بقلة عكس خلايا الدم الحمراء الموجودة بكثرة. لا يوجد هناك مخزون ذاتي للدم في جسم الإنسان، ويجب أن تتبدل وتتجدد أجزاء الدم باستمرار. من وظائف الدم تنظيم درجة حرارة الجسم، المناعة، التغذية، عملية التنفس، التوازن المائي للجسم، تنظيم عملية التمثيل الغذائي، وحفظ الضغط الأسموزي للدم وسائر الأنسجة. كما يستخدم الدم في الطب لنقل الدم لشخص مريض أو مصاب، مما يؤدي إلى إنقاذه. أغلبنا بيظن أنه للدم لون واحد فقط وهو الأحمر، ولكن بعض الكائنات بتملك ألوان مختلفة من الدم. خلينا نشوف سوا رأي الناس بسبب اللون الأحمر لدماء البشر. شو سبب تلون الدم باللون الأحمر؟ بسبب وجود كريات حمر بالدم وخضاب الدم، فبتلون للون الأحمر. وجود الكريات الحمر فيه، ازدياد الكريات الحمر دائما، فطبعا بزداد بيصير باللون الأحمر. شو سبب تلون الدم باللون الأحمر؟ ممكن يكون عدد زيادة بكريات الدم الحمر. هلأ ما عندي كتير معلومات طبية، بس بتخيل انه في شيء اسمه كريات حمر هو اللي مسؤول عن تلون الدم باللون الأحمر. ليش الدم ما بيتجلد داخل جسم الإنسان؟ لأنه في حركة، الإنسان عم يتحرك، عم تدور الدورة الدموية. ضخ القلب أو تجديد الدم، يعني بعملية ضخ القلب، فهو عم يتجدد الدم، عم يمشي بقلب الشرايين، فهون ما بيصير أي مشكلة. ووقت بيصير أي تجلد دم فبيكون في عنده حالة مرضية المريض بحد ذاته، يعني الشخص. كنا بنعرف أهمية الدم وقديش هو شيء أساسي لكل الكائنات الحية وللإنسان بشكل خاص. طبعا هو نبض
شريان الحياة بالنسبة لجسم الإنسان. طبعا نعرف كلياتنا أنه الدم سائل لونه أحمر، بيمر بالأوعية وبالشرايين الدموية وبينضخ عن طريق عضلة القلب بجسم الإنسان. الدم بيتألف من ثلاث مكونات أساسية، اللي هي كريات الدم والصفيحات والبلازما الدموية. كريات الدم بتقسم إلى نوعين، كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء. كريات الدم الحمراء هي تحتوي على الهيموغلوبين، اللي هو عبارة عن مادة بروتينية مضاف إلها العنصر الحديد طبعا، وهي المسؤولة عن أعطاء الدم اللون الأحمر اللي بنشوفه. وأحيانا من بكائنات الأخرى بيكون مختلف لون الدم، بيرجع هذا الشيء للون المادة البروتينية الموجودة بالكريات الحمراء. وظيفة الكريات الحمراء هي نقل الأكسجين من الرئتين أو الجهاز التنفسي إلى أعضاء الجسم المختلفة لتأمين الأكسجين لها، ونقل ثاني أكسيد الكربون من الأعضاء إلى الأكسجين ليتم التخلص منه خارج الجسم. كريات الدم البيضاء بتتألف من خمس أنواع، اللي هي اللمفاويات والمعتدلات، الأسوسات والحميضات. وهي الكريات وظيفتها هي المحافظة، هي تأمين مناعة سليمة للجسم عن طريق تشكيل الأضداد، اللي هي عناصر بتواجه الأجسام الغريبة لما بتدخل للجسم وبتقضي عليها لتمنعها تسبب مرض للجسم. وكمان بيتألف الدم من الصفيحات الدموية، اللي هي مسؤولة عن عملية التخثر، بالإضافة لوجود البلازما الدموية، اللي هي عبارة عن سائل أصفر بيسبحوا فيها دول الثلاث عناصر اللي حكينا عنهم، ومسؤول عن نقل المغذيات من الجهاز الهضمي إلى باقي أعضاء الجسم لتأمين التغذية المناسبة. بالنسبة للصفيحات طبعا هي مسؤولة عن تخثر الدم، هي دم داخل الأوعية الدموية بيكون سائل، بنعرف هذا الشيء، بس طبعا لما بيتعرض للهواء الخارجي، إذا صار في جرح أو قطع بأحد الأوردة أو أي الشرايين أو أي جزء من الأوعية الدموية حتى الشعيرات الدموية، فبتتكسر هاي الصفيحات، ونتيجة التكسر هذا في مادة اسمها الفيبرينوجين، بتتحول لمادة، هي بتكون هاي الفيبرينوجين مادة سائلة لتصير مادة اسمها الفيبرين. الفيبرين هي مادة بروتينية صلبة بتكون على شكل خيوط، بتمنع هاي الخيوط بتتشكل على مكان القطع اللي بيصير بالوعاء الدموي، وبتسكر بشكل مؤقت هذا الوعاء لحتى يتوقف نزف الدم، وبناء عليه بيتراكم عدد من المكونات اللي هي من كريات الدم الحمراء والبيضاء مشكلة العلاقة الدموية. لهذا السبب انه الدم بيكون سائل داخل الأوعية وبيتخسر لما بيكون خارج الأوعية. هلا ليش بيصير لون الدم اسود لما بيواجه الهواء بيكون خارج الأوعية؟ طبعا خضاب الدم او الهيموغلوبين له نوعين، الهيموغلوبين المؤكسج اللي بيكون موجود بالشرايين، بيكون بسبب أخذ الأكسجين من الرئتين، بيكون لونه أحمر قانئ. لما بيتخلى عن الأكسجين وبيتحد مع CO2 اللي هو ثاني أكسيد الكربون، فبيصير اسمه كاربتيك خضاب الدم. هذا بيكون لونه مائل للأحمر القاتم أو قريب إلى الأزرق. لهيك الدم لما بيكون بخارج الجسم بيتحد مع CO2 الموجود بالهواء وبيعمل كاربتيك خضاب الدم، دمه بيتحول لونه للون الغامق. تا
التبرع بالدم هو شيء كتير مهم بشكل عام للناس اللي هن بحاجة للدم، وخاصة اللي عندهم أمراض دموية وبيحتاجوا نقل دم متكرر، ولبعض العمليات الجراحية اللي بتحتاج نقل دم، أو بعض الحوادث واللي بتترافق مع نزوف. فلهيك موضوع التبرع بالدم هو موضوع كتير حيوي بالمجتمع، ولازم، وكمان هو مهم جدا للأشخاص اللي بيتبرعوا بالدم، فهو شيء مفيد لهم، لأنه التبرع بالدم بينشط الدورة الدموية وبيحافظ على وبيخلي الكريات الحمر والبيض تتجدد، وبيحرض نقي العظام على إنتاج كريات حمر وبيض جداد. فعملية التبرع بالدم عادة بيتم التبرع ب 400 ل 450 ميلي من الدم لكل شخص. طبعا قبل التبرع بالدم في شروط خاصة لازم تكون موجودة، بده يكون المتبرع بحالة صحية جيدة، بده يكون خضابه فوق ال 12، بده يكون وزنه كمان فوق ال 50 55 كيلو، وبده يكون ما عم يحمل أمراض ممكن تنتقل بالدم. فبنعرف نحن أنه في مجموعة من الأمراض تنتقل بواسطة نقل الدم، اللي هي مثل عوز المناعة المكتسب أو الإيدز، التهاب الكبد بي أو سي، بالإضافة لبعض الأمراض مثل السيفلس. لهيك عادة بيتم إجراء تحاليل على الدم اللي بيتأخذ من الشخص المتبرع قبل نقله إلى الأشخاص اللي بحاجة لنقل الدم. طبعا الزمر الدموية في عند الإنسان 8 زمر دموية مختلفة من شخص لآخر. تحدد هذه الزمر الدموية حسب وجود مولدات راصة موجودة على سطح كريات الدم. هاي ممكن تكون A أو B أو AB، أو إذا ما كان في مولد راصة نهائيا بنسميه زمرة O. وبناء على وجود مولد راصة على سطح الكرية الحمراء بيكون في B البلازما الدموية راصات مخالفة لهي المولدات الراصة. يعني الشخص مثلا زمرة دمه A بيكون عنده مولد راصة A على الكريات الدموية، وبيكون عنده بالبلازما راصات B. طبعا لحتى ما يصير في تراص بين مولدات الراصة والراصات ويصير انحلال بالدم. بالإضافة لهالشي هذا في عنا شيء اسمه عمل ريزيوس، هذا هو عمل بيكون موجود كمان بروتيني، بيكون موجود أيضا على الكريات الدموية، وهذا بيكون إيجابي عند 85% من البشر، وبيكون سلبي عند 15% منهم. اللي بيكون عندهم إيجابي هدول بنسمي لهم زمرتهم إيجابية، واللي بيكون سلبي بتكون زمرتهم سلبية نيجاتيف. هلا مهم كتير الزمر الدموية بالنسبة لموضوع نقل الدم، لأن لازم نحنا ننقل دم ما يعمل تراص مع المولدات الراسة والراسات اللي موجودة عند الإنسان اللي نقلنا له دم. فبده يكون في توافق بين الزمر الدموية، يعني اللي زمرته A ممكن نقول له A أو ممكن نقول له O، لأنه الزمرة الدموية O ما بيكون في عندها ما بيكون في بالدم عندها مولدات راسة، لهيك فينا ننقلها بسهولة. بتمنى موضوع كمان الزمر الدموية عند المرأة الحامل اللي بيكون زمرة الدم عندها سلبية، وممكن انه تحمل بطفل زمرة الدم إيجابية عنده. فإذا تم مرور بعض الكريات الحمر من أثناء الولادة عبر المشيمة من الجنين للأم، هذا ممكن انه يؤدي لوجود تكوين مولدات، تكوين راسات عندها، وممكن هذا الشيء انه يؤثر على الحمل القادم ويؤدي الى انحلال، يعبر الى الجنين ويؤدي الى انحلال بدم الجنين، وممكن انه يسبب احيانا الاسقاطات ووفيات الاجنة او انحلال الدم بعد الولادة. هون بيجي نحن بنعالج الحامل بإبرة اللي بنسميها انتي دي مباشرة بعد الولادة، لحتى ما يتشكل عندها هاي الراسات وتتسبب بهاي المشكلة. بالختام مشاهدينا، أجسامنا عبارة عن مصانع كيميائية تتفاعل وبتتأثر بمحيطنا. إلى اللقاء.